الامور السنه الاولى ديالنا ما كانت سهله، راكم عرفتوا، والسنه الثانيه ما كانت سهله، ولكن الحمد لله هذاك الاستثمارات اللي عملنا وهذيك الرؤيه وبقينا في السكه ديالنا وعارفين الاولويات وانا تخاصي لو كاب غادي تخلي وانتم بديتوا كتشوفوا الان من بعد ما كان الكوفيد وكانوا الحمامات مسدودين وكان يعني الكار ما تقدرش تطلع فيه وواحد العدد ديال كنساو شويه، رجعوا شويه الله وشوفوا كيفاش كنا عايشين. الحمد لله الان الاقتصاد ديالنا كيتحول، كينفتح، كاين واحد الحركه، كاين واحد الديناميه في الاسواق، بدات الامور كتميتو، كاين واحد العدد ديال الاستثمارات اللي كيوضحوا هذا الشيء ديال من بعد الكوفيد. يمكن لي نقول لكم بانه يمكن فيه خير للبلاد، لان واحد العدد ديال المستثمرين كيقربوا من الاسواق اليوم باش يديروا الاستثمارات ديالهم اللي هما كانوا بعاد، وهذا الشيء غادي نوقفوا عليه. عندكم حكومه فيها اغلبيه منسجمه، فيها وزراء اليوم في المستوى، عندكم كذلك اغلبيتكم في الجهه ديالكم اللي هي متكامله، كنطلب منكم باش تحافظوا عليها، باش يعني كل واحد يدير شويه ديال الصبر في الوقت ديالو باش تنجحوا هاد ليكسبيريونس، هاد التجربه اللي هي يعني راه فريده. و اما الشيء الاخر ديال هذا قال وهذا قال وداك الشيء هذا كله، يعني ما ننساوش بانه 2,100,000 ديال الاصوات اللي صوتوا عليكم باش تكونوا في هاد سميتو، راه ماشي واحد السيد اللي كيتكلم ماشي بالكلام ولا بالتشويش ولا هذا، غادي ننساو 2,100,000. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.